بسم الله الرحمن الرحيم، من ساحة الصدرين، من ساحة الشهداء، من ساحة العز والكرامة. أنا أناشد يعني الناس الخيرة اللي قاعدة بحواشها، كافي، ما مليتوا. الدليل على هذا الكلام فيروس كورونا. ساعدوكم الحكومة العراقية، أطوكم ربوع، مو كتلكم الجوع، مو دمرتوا، كافي، اطلعوا احجوا استنكروا. يعني عبد المهدي رئيس الوزراء يستلم مليون دولار، شهريته مليار و200، وهذا الشعب ما همه. يعني اشتسل فلوس المطارات ما هن، فلوس الضرائب ما هن، فلوس النفوط ما هن، شاشل اللي ان احنا بس خلفتهم. ومع ذلك تجيبون باج تعلق هنانة محافظ على صحتك والهواء النقي يجيك، وانا صحتي ما همتك للتالي. يعني انا شعدي مو هذا رخيص، انا عندك مكافي، حرام عليكم. انت نور المالكي اللي ما تخاف من الله. انت اسالك في السؤال، انت ايش بتخاف من الله؟ ما قاعد افتهم. يعني انت شلت صلاتك كذيب؟ تحشف اسمي حسين كذيب؟ انت من جبت مال ربحه؟ شد قل لله الله؟ كنا في الكاذا 60 مليون استريم، واستلم كل شهر 1,400,000. مو حرام عليكم؟ حرام عليك، الله لا يوفقك ان شاء الله. مو دمرتونا، دزحتونا، ناس تدمرت، ما عده انهارت، حرام عليكم، والله العظيم حرام عليكم. طيب، الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم نريد نسولف ونحكي على الحملات التطوعية التي يقوم بها الشباب والجمعيات والنشطاء والخيرين في العراق في ظل وباء كورونا واستمرار حظر التجوال. والتساؤل الجوهري بأنه هذه الحملات المستمرة في عموم محافظات العراق لتقديم يد العون والمساعدة للعوائل الفقيرة والمتعففة، بينما عجزت الحكومة عن تقديم يد العون في هذه الظروف الحساسة والصعبة للعوائل الفقيرة والمتعففة في العراق. طبعا كما عهدنا أهل العراق بالتكاتف وقت المحن، هذه أو هذا الأمر ليس غريب عليهم. نشاهد توزيع مساعدات في محافظات عدة، في بغداد، في الأنبار، في النجف، في البصرة، بينما كما قلنا الحكومة يعني فقط قالت بأنها سوف تقوم بتوزيع 1,000 دينار لكل فرد فقير أو لكل عائلة، وتعطيهم لمدة شهر 30,000 دينار عراقي. ما تعرف الحكومة أنه هاي 1,000 دينار ما تجيب لبيها كيلو أو كيلو ونص طماطة. احنا طبعا بعد قليل راح نشوف بعض النماذج بالنجف وبالبغداد وفي الفلوجة من هذه الحملات التطوعية. معروف بأن العراق فيه معدلات فقر عالية، بحسب وزارة التخطيط كما تزعم بأن معدل الفقر يصل إلى أكثر من 22%. هناك محافظات في العراق مثل محافظة المثنى أكثر من 52% من سكانها يعانون من الفقر. عندما نتحدث عن معدل الفقر العالمي، هو يشمل الحاجات الأساسية، المعيشة، الخدمات، الصحة والتعليم. فإذا تحدثنا فقط عن حاجة المواطن العراقي للغذاء أو الدواء أو الحاجات الأساسية، ربما تصل أكثر من 50% أو 60% من عدد سكان العراق. هذه النسبة كانت قبل جائحة كورونا، فكيف هو الحال اليوم مع استمرار الحظر؟ هناك عمال، هناك كسبة، يشتغل يعيش، ما يشتغل ما يقدر يجيب العلاقة مثل ما نقول بالعراق. فهؤلاء جزاهم الله خير، الحملات التطوعية اللي صارت واللي مستمرة يوميا في المحافظات العراقية على يد الخيرين وعلى يد الشباب العراقي، بينما مثل ما تحدثنا الحكومة غارقة بتشكيل الحكومة وغارقة
توزيع المناصب والوزارات فيما بينها، والفقير العراقي اليوم يعاني ما يعاني، غير آبها الحكومة والسياسيين. يعني ما سمعنا أنه مثلا والله قال لك اليوم السلطة التشريعية البرلمان قال لك هذا الشهر إحنا ما راح نعطي راتب للبرلمانيين، ما راح يصير شيء. يعني هذا الرواتب راح نوزعها إلى العوائل الفقيرة، لو كان هناك يعني ضمير وإحساس بحال الفقير أو حتى بعض المسؤولين أو حتى الوزراء. ما سمعنا مثلا رئيس كتلة ما شاء الله صار له من 2003 ينهب بالعراق ولغاية اليوم، وسرق عشرات المليارات من الدولارات، ما قال لك يا بقى أنا تبرع. بينما نشاهد في دول أخرى هناك رجال أعمال، هناك ممثلين، هناك فنانين، هناك مغنين، أصحاب شركات قاموا بالتبرع لبلدانهم لأن ولائهم لبلدهم، بس الجماعة جايين لا، جايين الجماعة فقط للسرقة وبس. خلونا نشوف نماذج من الحملات التطوعية، الحملات اللي تقوم بتوزيع السلات الغذائية للعوائل المتعففة في العراق. نشوف بالنجف ونشوف ببغداد ونشوف بالفلوجة. نشوف هذا المقطع نرجع لكم. السلام عليكم. اليوم زارنا ضيف عزيز وشيخنا وخالنا العزيز أبو زين العابدين من الحرية. الراس أخوه. الله يحفظه. يسلم راسك. بس أنا بدي أسأله سؤال وحتى أوضح لكم بهذا الفيديو من اللي قاعد يقوم بهاي الحملات، يعني مو كلها وإنما يعني الأكثر اللي قاعد يسعى بهاي الحملات مساعدة أخوتنا اللي تضرروا أثناء الحرب. أبو زين هاي الوجوه وين شايفها؟ هاي شفت السولفون عليها بساحة التظاهرات بين محافظة النجف والعراق. خوش الصيحون جوكرية، هاي ارفع موبايل، هاي الجوكرية لحد الآن 250 ألف وجبة محافظة النجف بس هذا الموكب مال هذول أخوتي يوميا يوزعون من 900 إلى 1000 و1100 و1200 اليوم الواحد، عائلة 1000 عائلة باليوم يطعمون عوائل متعففة، وهذا واجب الكل. شوف هاي الجوكرية اللي تحجون عليهم وطعنتوا بيهم، هاي الأبطال وشباب محافظة النجف، هاي قدامكم من الصبح لليل يشتغلون خدمتهم الخدمة النجف وللعراقيين. عالرأس والله رفعت رأس أخوتي. الله يحفظك. منك. السلام عليكم. حملة لأجلكم اللي تكفل بها اتحاد حرب بغداد اليوم من أجل توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة اللي ما قاعد تقدر توفر قوتها اليومي بهاي الفترة. استمروا بدعمكم الرصيد المباشر عم نقدر نغطي أكبر عدد ممكن من هاي العوائل المحتاجة واللي تفتقر أبسط شيء اللي هو الأكل بهاي الفترة. شكرا لكم. لا تنسوا موضوع الرصيد ممكن يكفي أو يوفر لهاي عوائل أكل محتاجته بهاي الفترة. شكرا. نعم، هذا جانب من توزيع المساعدات على العوائل المتعففة في مدينة الفلوجة، يقوم بها شباب الفلوجة جزاهم الله خير. تحية إجلال وإكبار لكل الشباب في الفلوجة، في النجف، في بغداد، في البصرة، في كل محافظات العراق اللي يقدمون هذه المساعدات للعوائل المتعففة في ظل هذه الظروف الصعبة والحساسة، بينما تقف الحكومة شبه متفرجة أو متفرجة على حال المواطن. فقط نسمع منهم بيانات وإصدارات ويقول لك عندنا أزمة اقتصادية. شوفوا هذه الصور، هذا العمل يومي طبعا في محافظات العراق. هذه الصور من مدينة الفلوجة، وقبلها شفنا في بغداد، وقبلها شفنا في محافظة النجف. نعم، طبعا هذه الصور وهذه المقاطع يعني جانب بسيط جدا من يعني هذه الأعمال الخيرة اللي يقوم بها شباب العراق ورجالات العراق في ظل هذه الظروف. أخذنا فقط عينات من النجف وبغداد والفلوجة حتى تكون واضحة وحتى يعني نستثمر الوقت. السؤال هو يقول لك اليوم احنا والله عندنا أزمة اقتصادية وانخفاض بأسعار النفط، زين من كانت أسعار النفط عالية
والعراق يصدر أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا. زين ذنيش الفلوس وين راحت؟ يعني ما معقولة أنه دولة وحكومة وتتحدث عن سيادة ما تقدر تمشي أمورها وتوزع شغلات بسيطة. قدر عليها المواطن، قدر عليها المواطن البسيط يقدم لأخوه المواطن، بينما الحكومة بميزانياتها المليارية ما تقدر تقدم هذا العون. وين وزارة التجارة؟ وين البطاقة التموينية اللي صار لهم من 2003 ولغاية الآن يسرقون بها؟ بس المواطن لو يحصل طحين بالشهر لو ما يحصل، ومحسوبة عليه بطاقة تموينية كل شيء ما يحصل. معنا اتصال ستار المياحي من النجف، الناشط ستار المياحي. تفضل أخي ستار. ستار تسمعني؟ ستار المياحي. بلي أسمعك. تفضل أخي العزيز، شلون تشوف هاي الحملات التطوعية اللي تقوم بها الجمعيات والمواطنين لتقديم المساعدة للعوائل المتعففة في ظل هذه الظروف، بينما تقف الحكومة متفرجة على حال المواطن؟ بلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكورين على هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على الحملات التطوعية اللي جاي يقوم بها الناس الميسوري الحال والناس المتطوعين الثوار اللي خلوهم قالوا جوكرية، ذولا اللي هم هسه غطوا على مساحات واسعة من تشلئ الحكومة اللي ما تعرف شلون تتصرف. خلية الأزمة اللي كانت خلية الأزمة اللي هي تعتبر خلية تراعي ظروف الإنسان التعكيد، تراعي ظروف يعني محدودية الدخل حتى توفر لهم لقمة العيش. يعني بس مجرد أنه شي يسوون يمددون الحظر لا أكثر ولا أقل، متناسين أنه الناس اللي ساعد فقراء اللي موجودة على الساحة، هي ساحة النجف مملوءة بالناس المتعففة. ساحة النجف هي اللي تكون البوابة الرئيسية للحكومة. زين يعني يوميا يوميا أنا من ضمن الحملات، يعني أنا ساهمت بالحملات بس من الناس، يعني هم يعني ما أقول لك أنا من داخل جيبي، لا بالعكس، يعني من الناس من سوري الحالي، ويعني من خلال أرقام التليفونات. زين وجاي نوزع ونشوف الحال اللي الرديعة شو السهمة، الحال اللي ميؤوس من عدة، ولا والحكومة لا تحرك ساكن. وأبشرك اليوم بالنجف اليوم، يعني شوف استهانة الحكومة بالمواطن العراقي اليوم في أحد المناطق، يعني موظفي الماء والكهرباء جاي يأخذون ضرائب، جاي يأخذون ضريبة الماء والكهرباء، جاي يسجلون. زين شوف الاستهانة اللي موجودة عند الحكومة للمواطن العراقي. زين هذا ما أعرف شلون، يعني منين يجيب هذا المواطن اللي هو صار لأكثر من شهر ونتيجة لظروف التظاهرات اللي موجودة؟ زين شلون يقدر، يعني هو ما موفر قوته، شلون يوفر أجور الكهرباء؟ يعني يا حكومة أكون هيك استهانة بالمواطن العراقي؟ نعم أخي ستار، أنت كناشط في محافظة النجف ومطلع يعني خلال هذه الحملات التطوعية على أحوال العوائل المتعففة، شلون شفتوا أحوال العوائل المتعففة والفقيرة في محافظة النجف في ظل هذه الظروف؟ والله بالنسبة للعراق كعراق نفطي، كعراق من الأوائل الدول المصدرة للنفط، وثاني دولة للاحتياط اللي بالعالم. يعني لو تيجي وتشوف تقارن هذا الموضوع والموازنات الانفجارية، شوف أقارن على أرض الواقع اللي موجود. أنا ما أقول لك ما أتحدث لك أنا يعني فقط بالنجف، إنما أتحدث على العراق ككل من شمال إلى جنوب. زين لو تدخل، احنا دخلنا وشفنا العوائل، والله 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 تبت تفخر العوائل، والله العظيم العائلة اللي نشوفها وندخل عليها ونشوفها ونشوف اللف اللي سلة غذائية. شنو السلة الغذائية؟ ما تكفيه 3 أيام 4 أيام. شنو السلة الغذائية؟ يعني المواطن شو يريد يسوي؟ يعني خلينا نقول مثلا يكفي لمنطقة، باقي المناطق في مكان، يعني بالمحافظة مثلا الفلانية في مكان، شو يريد يسوي على هذا الكم الهائل من الناس المتعففين اللي يعني ما يريد يسدر مقعيشة؟ هذا اللي جاي يحصل بالعراق يا أخي العزيز. يستشكلون على الثوار اللي انتفضوا في ساحات العراق،
زين ذول الثوار اللي يحاولون ان يغيرون من واقع الحال، من واقع العراق اللي رجعوا قرن 20 سنه او 30 سنه للخلف، ما يقدرون يوم من الايام ان يقول مثلا هذا المسؤول اللي يصد المسؤوليه، ما يقول يابا هذا العراق وين رايح؟ العراق الى اين؟ ليش احنا جايين نسوي؟ ليش احنا جايين نسوي ننزل الى ابعد مدى؟ زين خلي يشوفها نطورها نشوف حالته. زين شنو المانع من انه الحكومه تقف مع المواطن على الاقل في ظل هذه الظروف الصعبه والحساسه، شو يمنعها يعني؟ يا اخي ماكو مانع، والله ماكو مانع، بس ذول ناس ماجورين، صدقني ذول ناس ماجورين، يعني ناس يعني جايين مو لخدمه البلد، ناس جايين للسرقه فقط لا اكثر ولا اقل، جاي يرجعون يغيرون ملامح، حتى ملامح صوره العراق يريدون يغيروها، يعني تاريخ العراق يريدون يغيروه، وضع العراق يردون يغيروه، يعني خلقوا الطائفية من زمن بريمر لحد الآن، حتى القانون اللي وضعوه هو قانون طائفي بامتياز، خلوا يعني الوقف الشيعي على كتر، خلوا الوقف السني على كتر، خلوا الأكراد على كتر، هذا من خلال هذا القانون هم اللي وضعوا الطائفية، اللي خلوا الطائفية بهذا المنحنى. زين يفيدهم شنو؟ شو يريد يسوون يعني؟ يريدون يغيرون بلد؟ لا ما يغيرون بلد، مجرد سرقات لا أكثر ولا أقل. نعم. زراعة طاحت انتهت يعني. صناعة ماكو، فلشوا المصانع وخلوها بس مجرد لدول الجوار، يعني يفيدون دول الجوار. زين ايش تترجى من هاي الحكومة؟ فأنا أعتقد أنه الحكومة هاي الموجودة ما تنهض بالعراق إلى أبد الآبدين، أنا أتوقع وهذا أجزم أنه هاي الحكومة ما تقوم للعراق بواقع. أنا أشكرك أخي الناشط ستار المياحي من محافظة النجف، معنا الناشط علاء من النجف كذلك، تفضل أخي علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. السلام عليكم. طبعا أعتذر البارحة كان اتصال بيناتنا وكان أكو ظروف قاهرة يعني جبرتنا أن نقطع الاتصال. ولا يهمك، الله يسلمك ويخليك. أستاذ العفو، لا عفوا. أستاذ يعني الموضوع اللي بنتحدث عنه يعني كما ذكرنا أنه موضوع يعني متعلق بحياة المواطن العراقي البسيط وقوت يومه، يعني اليوم السلات الغذائية وأهل الخير مثل ما نقول والمتمكنين والتجار إلى آخره قد تهبوا وساهموا أو تبرعوا بما يستطيعون، لكن يا أستاذ إذا متى اليوم إحنا كلنا نتابع التقارير اللي جاي تصدر من منظمة الصحة العالمية، مراكز ومراكز الأبحاث العالمية اللي جاي تشتغل على فيروس كوفيد 19، كلها تتحدث عن فترة طويلة للفيروس قد يستمر لأكثر من 6 أشهر أو 7 أو أكثر من سنة أو يمتد إلى سنوات. طيب إلى متى راح نعتمد أو راح يعتمد الشعب العراقي أو المواطن العراقي البسيط أو الفقير على المعونات والمساعدة على المعونات والمساعدات التي تأتي من أهل الخير مثل ما نقول؟ يعني حتى وان كان واحد تاجر او صاحب رؤوس اموال هم في يوم من الايام هاي الاموال راح تنفذ. لذلك يجب ان يكون هناك وقفه حقيقيه من قبل الحكومه العراقيه تجاه شعبها. يعني حقيقه هاي الحكومه ايش قد ما نوصفها ما جاي نعرف كيف تفكر. يعني او كيف او ما هي خطط اللي جاي تضعها للتطوير للعمل على تلافي هذه الازمه. حقيقة أستاذ عمر يعني دكتورنا العزيز دن طالب ومن خلال منبركم ومن خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة السوشيال ميديا دن شحرج ودن جاي نحكي يوميا يا أخوان يا ناس القضية ترى مو قضية يوم ولا يومين، قضية مطولة. والحلول الموجودة حاليا بالشارع هي حلول وقتية. بالفعل نحتاج إلى خطط استراتيجية نستغل هاي الفترة الآن ونضع خطط استراتيجية تساهم في إنقاذ المجتمع العراقي وتوفير الحياة الكريمة للفرد العراقي والمواطن العراقي البسيط. ونتمنى يعني من الطرف الآخر ومن الحكومة العراقية ومن هذا القرار أن يكون لهم ذرة
خلي يفكرون المجتمع، هل هم بحجم المسؤولية برأيك أخي علاء؟ يعني إذا هو في البداية لم يقدم، هل يستطيع أن يقدم بعد ذلك؟ للأسف يعني إحنا اليوم صار عندنا أمر واقع. نعم. يعني إحنا نعرف إن هاي الطبقة السياسية الحاكمة والطبقة السياسية المسيطرة على مركز القرار في الدولة هي ليس بمستوى المسؤولية، هم أصلاً وليس رجال دولة كما أسلفنا سابقاً، هم مجموعة من العصابات سيطرت على موارد الدولة وبدأت تسرق وتنهب ما تستطيع. نعم. ولا تفكر بشعب ولا تفكر بمجتمع ولا تفكر بدولة ولا تفكر بأي شيء يصب في مصلحة العراق والشعب العراقي. نعم. هذول ناس يبحثون عن مصالحهم الشخصية، فلذلك يعني اليوم إحنا من خلال وسائل الإعلام، نعم، من خلال التواصل الاجتماعي، نعم، جاي نطالب باسم الإنسانية، باسم الدين، باسم، نعم، المذهب، باسم بأي اسم، بأي شيء يعتقدون به، بأي شيء يؤمنون به، خلي ينتبهون إلى هذه الطبقة من الشعب العراقي. نعم. حقيقة أكو ناس يعني ما أعرف إذا ما أعرف يعني ما شو قد ما نحكي قد ما نحاول نوصل الفكرة ماذا نقدر نوصل معاناتهم من خلال للمجتمع في المجتمع العراقي والمجتمع الدولي. نعم. يعني بعد ما بقى عندنا إلا أنه نضطر نخاطب الدول العالم، يا تعالوا العراق أو الشعب العراقي ده يعيش مجاعة وتعالوا انقذونا. وحتى إن خاطبنا المجتمع الدولي من اليوم فارغنا أو من اليوم عند الإمكانيات اللي سيصرفها على المجتمع على، نعم، على الشعب العراقي أو على باقي الشعوب. نعم. هي العالم كل واحد حاير بنفسه. بالفعل هاي الفترة تعديناها بعد ماكو واحد يصرف على الآخر. نعم. أنا أشكرك أخي علاء من النجف، كان معنا اتصال أبو كرار من البصرة، تفضل أبو كرار. نعم، كيف حالك؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بك. يا هلا بيك. حيو الدوم، تفضل أخي. تفضل. نعم أبو كرار، إحنا اليوم حلقتنا عن الحملات التطوعية اللي تقوم بها المجاميع والشباب وأهالي، نعم، العراق لمساعدة ومد يد العون للعوائل المتعففة في ظل وباء كورونا وفي ظل استمرار، نعم، حظر التجوال. يعني مثل ما قال أخونا علي بالفعل علاء من، نعم، النجف، قال لك يعني أوكي مثلا هذا التاجر أو الميسور يتبرع أسبوع أسبوعين شهر شهرين وبعدين يعني أين الحكومة من يعني غير تضع خطة استراتيجية لمواجهة هذا الوباء، ربما يستمر النوب لأشهر أسابيع لنهاية العام، ما ندري، الله أعلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى قناة المؤقتة. حياك الله، يا أهلا بك. بالنسبة للثقافة الاجتماعي، الموضوع الثقافة الاجتماعي حبيبي، نعم، اليوم هو ليس بالجديد على طبقات المجتمع العراقي. بالفعل. وهو متوفر بين عوائل المحافظات، وبالتالي ما بين أبناء المحافظة الواحدة والمحلة والزقاء والشارع. نعم. وهي متواصلة متجذرة ومستمرة حتى بالحالات العادية وليس بالأزمات فقط. نعم. نحن مستمرون أبا عن جد. نعم. هذا ليس جديد على العراقيين أخي العزيز. وهنا أريد أن ألفت نظر جميع من يتابع بأن هذه السلطة الفاسدة التي حكمت البلد بالسلب والنهب ولا زالت تحتال وتبرر إحباطها بما يسمى بالأزمة المالية، لأنهم سرقوا كل شيء من العراق من الشعب العراقي، وهناك ما يسمى صندوق الدعم، نعم، للحالات الطارئة. أين هي؟ البلد اليوم يمر في حالة أو أزمة حادة بسبب هذا الوباء القاتل أخي العزيز. نعم. أن السباق الشعبي المتكافل بين الشعب الواحد كشف زيف الحكومة والميليشيات والعصابات المتنفذة اليوم على الحكم، وأعطى دليلا واضحا وبرهانا نيرا أن هؤلاء المتواجدين بالسلطة عاجزين كل العجز، لا يستطيعون توفير أي شيء، ملتهين في مصالحهم والكراسي. اليوم يعني نحن نمر في أزمة وهم بعيدين كل البعد عن الشعب العراقي، عن احتضان الناس وانتشالهم من أبسط المعاناة التي أطلقوا بها العراق وأهلها. نحن اليوم نطالب
من المجتمع الدولي التدخل الفوري والسريع لإنقاذ الشعب العراقي مما يمر به من أزمات تلو الأزمة. أخي العزيز هاي عصابات. أما بالنسبة لحظر التجوال نحن ملتزمون بحظر التجوال حفاظا على أنفسنا وحفاظا على أهلنا وناسنا في المصرة. ما ممكن اليوم يخرج أحد أو يكسر الحصار حتى لا يقولون أنه هؤلاء كسروا الحصار عمدة لإضرار الشعب العراقي. أخي العزيز البصرة اليوم تمر بأزمة حادة، نقص الحاد في المواد الغذائية وكافة جميع المعدات الطبية والمستشفيات خدماتها تحت الصفر. اليوم عندنا حالات يعني ما أنزل بها من سلطان، والحكومة مثل ما قلت لك بعيدة كل البعد عن الشعب العراقي وخاصة في محافظة البصرة. أنت تحدثت يعني عن نقص في المواد الغذائية والأدوية في محافظة البصرة. إذا كانت البصرة اللي هي المنفذ البحري الوحيد للعراق هذه حالته، فكيف الحال بالمحافظات الأخرى؟ أخي أبو كرار، يعني لو تحدثنا أكثر عن الحملات والمساعدات اللي يقومون بها الشباب ورجالات أهل البصرة. حبيبي اليوم بالنسبة للناس قلت لك التكافل الاجتماعي فيما بيننا منذ زمن بعيد. واليوم الدولة لا تقدم للمواطن البصري أي شيء. هذه التكافل والمساعدات والسلل الغذائية بيناتنا، يعني الشعب متواصل فيما بينه. الحكومة عاجزة اليوم. شنو اللي يمنع الحكومة من تقديم المساعدة أو على الأقل توزيع البطاقة التموينية بشكلها الصحيح على المواطن العراقي برأيك؟ شنو المانع؟ أستاذ العزيز، اليوم البطاقة التموينية أصبحت لا شيء بالنسبة للفرد العراقي. هي أين هي البطاقة التموينية؟ قلت لك اليوم الحكومة والعصابات والميليشيات هي مسيطرة على وزارة التجارة. لا تستطيع توفير أي مادة من المواد الغذائية، يعني شرفت 4 مواد ولم نستلمها لحد الآن. لا تستطيع. شوف أغلب دول العالم اليوم تقدم لشعوبها كل ما يحتاجون من مساعدات أغذية وأدوية وخدمات صحية مستمرة، ولكن الحكومة العراقية لم تبادر في أي شيء لحد هذه اللحظة. بس مجرد حظر تجوال ومنع الناس من التبضع، يعني أين يذهب المواطن اليوم؟ ولكن قلت لك المساعدات مستمرة بيناتنا كشعب بصري متآلف متكاتف لكي لا يقولون علينا نحن تركنا المستضعف والإخوانكم. من هذه الأزمة الغني يساعد الفقير والفقير متعاون مع الغني ومشي أمورنا. شكرا لك أبو كرار من البصرة كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. قبل آباء الشهداء، وهي عبارة عن صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو على أقراص سيدي وكذلك شهود في محل الحادث، وكتب مخاطبات رسمية صادرة من جهات رسمية. وكل هذه أدلة أثبتت اشتراك المجرمين، كل من آمر قوة سوات ومجموعة من الضباط بهذا العمل الإجرامي، وتقدم توقيفهم من قبل اللجنة التحقيقية. إلا أننا تفاجأنا بأنه رئيس محكمة استئناف ديقار والذي هو رئيس اللجنة التحقيقية قد قام قبل 5 أيام بقرار منفرد بإطلاق سراح المجرمين المتهمين بجريمة قتل الشهداء حمزة كامل وعلي ساير ومصطفى أحمد، وكذلك تغيير الوصف القانوني إلى وصف لا ينطبق مع فعلهم الإجرامي، وكذلك العقوبة في ظل استغلال هذه الأزمة والعطلة الرسمية
وكذلك عدم المتابعة من قبل وكيلنا المحامي علي معارج كونه يمر بأزمة صحية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل المجاميع الإرهابية. لذا نطلب من رئيس محكمة الاستئناف إيقاف بيان لنا سبب إطلاق سراح المجرمين المتهمين بقتل الشهداء وكذلك تغيير الوصف القانوني لفعلهم الإرهابي، حيث هذا القرار يجعلنا بمحل الشك في استقلالية القضاء وموقفه من القضايا الخاصة بعوائل الشهداء. وإذا لم يتم بيان الأسباب أو كانت غير مقنعة سوف تكون لنا كلمة أخرى وقرارات نعلن عنها لاحقا. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين الخالدة والخزي والعار للمجرمين ومن يثني لهم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا اليوم صندوق النقد الدولي حذر من ازدياد معدلات الديون والبطالة والعجز في بلدان منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق، وصفها بأن العراق من أكثر الدول المهددة بالتعرض لتلك التداعيات على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط. ومثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، إذا كان العراق قبل هذه الأزمة وكان سعر البرميل مرتفع ويصدر 4.5 مليون المليون برميل يوميا، والفقر في العراق في الزياد، والتعليم في العراق يعني في أدنى المستويات على مستوى المنطقة ومستوى العالم، والصحة وغيرها من المؤشرات الخدمية، فكيف هو الحال اليوم مع انخفاض أسعار النفط؟ وطبعا هذه شماعة وحجة يدوروها الجماعة حتى يقول لك والله احنا اليوم عندنا أزمة اقتصادية ما نقدر نقدم للمواطن أي شيء. معنا اتصال ومع عبد الله من بابل، تفضل يوم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. الله يخليك استاذ عمر، طبعا احنا نحييكم على هذا البرنامج الرائع الكل إنسانية. الله يحفظك. من المواطن العراقي ان شاء الله. الله يخليك ويسلمك. ام عبد الله، اوضاعكم في بابل في ظل هذا الحظر واستمرار الأزمة؟ شكرا استاذ. طبعا الواع هي واحدة بالنسبة لكل محافظات العراق. نعم. اللي تعاني من الحظر وتعاني من هذا الوباء اللي إن شاء الله رب العالمين الصحة والسلامة لجميع العراقيين. آمين يا رب. وحقيقة إحنا من بداية الحظر ولحد الآن بذرة الخير الموجودة عند العراقيين وبهمة الطيبين قدرنا إنه الحملات، المساعدات، المواد الغذائية، كل ما تحتاج العائلة العراقية من تبرعات الناس الطيبة والخيرة. نعم. يعني قدرنا نغطي احتياجات العوائل بما نستطيع، بأنه هاي العائلة شنو احتياجاتها. احنا نعرف انه هواي اكو ناس كسب عمال توقفت اعمالهم، اضافة للناس المرضى المحتاجة للدواء، الدواء والغذاء. نعم. فالحمد لله والشكر يعني بهمة الطيبين والعراقيين اللي عندهم بذرة الانسانية قدرنا نغطي جزء كبير من احتياجات المواطنين. ومن بداية الحظر ولحد الآن إحنا فرق تطوعية، منظمات مجتمع مدني، ناس متطوعة، كلها تعمل على تلبية احتياجات الناس اللي فقدت أعمالها واللي انحظر أذاها وما تقدر تغطي احتياجات عوائلها. نعم. يعني كان أكو يمكن ياريت إنه ممكن أبواب أخرى تقدر مثلا حكومتنا إن شاء الله تساعد بيها، اللي هي مثلا زيادة مفردات البطاقة التموينية أو إعطاء منح طوارئ بالنسبة للعاطلين عن العمل وتكون بسريعة جدا. نعم. يعني تجينا مناشدات كثيرة مثلا عن فيسبوك أو عن طريق الاتصالات أو عن طريق الناس المعارف، يعني هاي الحالة الطارئة اللي يعيشها البلد وخصوصا أنه مو بس العراق، يعني حالة طارئة بالنسبة للكرة الأرضية كلها بالفعل. فلازم أكو فد إجراءات سريعة بحيث تخدم هذا المواطن، المواطن البسيط اللي مثلا ما يمتلك راتب. نعم. أم عبد الله، يعني فإحنا كنا أمل وكنا نعم. أم عبد الله، يعني أنت كناشطة ومع مجموعة نشطاء تقومون بتوزيع المساعدات، يعني بهذه الظروف شفتوا أهم احتياجات المواطن إذا كان من ناحية الغذاء أو من ناحية الدواء، إيش قد تقريبا يوميا، يعني بحسب معلوماتك طبعا،
ايش قد باليوم تقريبا توزعون سلات غذائيه على المحتاجين في منطقتكم طبعا؟ تقريبا نعم طبعا. اذا عندك معلومات السلات الغذائيه يعني ما ممكن احنا نقول انه اقصد عدد معين. نعم. الخير كثير جدا، والعوائل بتنشمل الحمد لله يعني بالاسبوع بتجيها على يعني نقول على الاقل مره واحده ديجي مخضر وديجي مواد غذائيه. وبالنسبة للدواء يعني ده تتوفر، أكو دواء مجاني ممكن للي ما يقدر يحصله. نعم. إضافة إلى أنه أكو متبرعين من الأطباء يلبون احتياجات المواطنين على التليفون. ما شاء الله والله شيء مفرح جدا. إضافة إلى تعاون القوى الأمنية يعني الحمد. نعم. لله احنا نقول يعني صح هي إمكانيات الناس الوسطاء أو. نعم. ناسنا الخيرين، بس الحمد لله قدرنا نشيل شوية من هم المواطن. نعم. لكن يبقى هذا المواطن البسيط هو بحاجة يعني بحاجة للمادة، طبعا تتفاوت من عائلة إلى أخرى الحاجة. نعم. لكن هو محتاج يعني محتاج المعونة، محتاج تدخل الدولة حتى نرفع عنه هذا الهم الكبير اللي هو بي. نعم. يعني أهم، أنت تكلمتي عن موضوع الأدوية، أهم الأدوية اللي يتم توزيعها بهاي الفترة يعني المحتاجين من المرضى، شنو الأدوية اللي توزعوها؟ طبعا إذا تجي مناشدات عن طريق الفيسبوك مثلا. نعم. اللي محتاج إنسولين أو محتاج الأدوية المزمنة، أكو يعني أكثر الأدوية المزمنة موفرة يعني بالنسبة لهم، لكن تبقى مثلا مشكلة الوصول لاستلامها. نعم. يعني اكو هواي ناس تعاني بطريقه الوصول لاستلام هذا الدواء، مثلا يعتبر المستشفى هو مكان بوباء. نعم. وهو ما يريد يوصل له. انتم توصلوا له. صار يعني نوع من التعاون. نعم. اي نعم. يعني اللي نقدر عليه احنا ما قصرنا وياهم، اكيد يعني يحتاجون امكانيات كبيره، لكن هي ممكن انه نقول احنا ازمه وتحدي وان شاء الله هانت. ونطلب من عندهم انه يقوم بالبيت. نعم. ونطلب انه ما يكسرون الحظر حتى ان شاء الله نعدي هاي الازمه سوا ان شاء الله. ام عبد الله، يعني ما هي العقبات اللي تواجهكم انتم كنشطاء احتياجاتكم؟ طبعا الاحتياجات هي واحده. نعم. يعني مهما تبرعوا الناس ومهما انطوا تبقى العوائل يعني محتاجة إلى يعني احتياجات كبيرة، وممكن إنه مثلاً جد ما نغطي هم محتاجين. نعم. يعني إحنا نطلع على المكانات اللي بيها مثلاً عوائل متعففة. نعم. نقول يعني ذوات الدخل البسيط جداً واللي كان معتمد مثلاً على أجره اليومي اللي يشتغل فيه، فمهما توفر له وتنظيم من سلة غذائية هو تبقى عائلته محتاجة. نعم. يعني سواء إذا عنده مثلاً أطفال صغار، وفرنا قسم مثلا حليب اطفال نوع والانواع الاخرى، مثلا قضيه الحليب قد ثمنها بالسوق. نعم. كيس الحليب قد ثمنه بالسوق، فهو محتاج يعني عنده اطفال والاطفال تريد ايضا مصرف، فيحتاج الى دائما الى معونه ماليه. نعم. يعني حتى لو كانت بسيطه بس هي تسد جزء معين من احتياجات هاي العائله. نعم. ام عبد الله، عندك كلمه اخيره توجهيها الى المواطنين او للناس الخيرة؟ اي نعم. تفضلي. طبعا احنا كل شكرنا وتقديرنا لكل انسان مد ايده وساعد في تخفيف هم مواطن اخر. نعم. وكل شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم، سواء قواتنا الامنية، سواء الاطباء والممرضين اللي موجودين، سواء اكو جنود يعني شلون نقول احنا يعملون بالخفاء. نعم. وما حد يدري بيهم، يعني سواء بصناعة الكمامات، خياطتها. نعم. بتوزيع الأشياء اللي يحتاجوها هذول المواطنين، ومع ذلك احنا نريد نبقى ايد بايد ان شاء الله، ورب العالمين هو ارحم والطف بعراق الخير عراقنا. نعم بالله. وان شاء الله صحة وسلامة للجميع. امين. واللي اطلبه منهم انه نقول احنا لا تيأسون، وإن شاء الله نلتزم بالبقاء بالبيت، وإن شاء الله هذه شدة وزول. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا وبارك الله بجهودكم الناشطة أم عبد الله من محافظة بابل. معنا اتصال من الناشط حسن من كربلاء. تفضل أخي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله، بالنسبة للموضوع
التكافل الاجتماعي بين العوائل العراقيه، يعني بعد هاي غارق طبيعيه. اي والله، اذا تحدثنا على اللي دا يصير في كربلاء من التكاتف وحملات المساعدات. والله استاذ عمر، يعني انا اغلب العوائل العراقيه نعم سوت شلون تقول مثل منظمات يعني مدنيه مساعده العوائل المتعفه والمحتاجه. نعم حقيقه يعني صندوق لجمع التبرعات. نعم. وبدون بيسوون هل يعني السله الغذائيه من خضروات الى مثلا رز او دهن او السوالف اللي يحتاجها العائله العراقيه بالمطبخ. حتى في العبء على العائله العراقيه، لان اصبحت الحكومه شبه يعني عاجزه سواء متقصده او غير متقصده. نعم. يعني عن مساعده الشعب العراقي. نعم. ماديا ولا معنويا. فال الامر من تكفل بتكفلت به منظمات المجتمع المدني. نعم. الناس الخيره يعني اهل الخير اللي سووا مع شلون منظمات مدنيه. نعم. هدفها هو مساعده العراقيين المحتاجه. نعم. طبعا هذا فضل الله وفضل الخيرين الناس الشرفاء الحمد يعني لله. نعم. مدوا وديهم للناس المحتاجه والناس الفقيره. اما المنظمات الحكوميه فاحنا ما لبسنا من عليه شيء حقيقه، يعني لا منظمات الاحزاب. نعم. ولا منظمات يعني ما يعني ما يسمون نفسهم برجال الدين، يعني ما شفنا من عندهم اي مساعدات، ما عدا ناس مصرحة لا لهم لا شغله لا بالسياسه ولا بغيرها. نعم. خذوا على عاتقهم مساعده الناس الفقيره والمتعففه، اما كجهات سياسيه او منظمات حكوميه فما لبسنا اي شيء من عندهم. نعم. الو. نعم اخي حسن معك، ما اريد اقاطعك. انا من خلال. نعم. الو. معك اسمعك اخي حسن، تفضل. الو. اسمعك تسمعني؟ اما يعني بخصوص الـ 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 الحالات اللي جايه تصير بالكربلاء مال امراض كورونا. نعم. صدق يعني استاذ عمر، يعني المستشفيات يعني شبه خاليه من الادوات الصحيه المنتظمه في هذا المرض. نعم. يعني لا اجهزه التنفس. نعم. لا يعني اسره، لا وسائل تعقيم. وكأنهم نعم. مستشفيات مبنية في القرون الوسطى قياسا بالدول المشاورة للعراق. نعم. يعني ما لمسنا أي شيء من الجهات الحكومية المسؤولة كوزارة الصحة وغيرها، يعني مدت إيدها لأبناء الشعب العراقي اللي تعرف هذا وباء عالي مسار. نعم. يعني قبل يوم أخي حسن إذا تسمع لي، يوم أمس يوم امس يعني احد النشطاء في المحافظات العراقيه قال احنا يعني جامعنا بيناتنا ورحنا جبنا ثلاث يمكن قال او اربع اجهزه تنفس، ذولا مجموعه شباب جابوا من كردستان العراق. نعم. زين اذا 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 الناس الناس البسطاء جمعوا بيناتهم وجابوا اجهزه تنفس، ايش بيها الحكومه؟ اذا تسمح لي استاذ عمر. نعم. هذا الموضوع مال ايش بيها الحكومه؟ الحكومه عندها اموال فائله. نعم. لكن هذه الاموال جاي تروح للجيوب السراق واللصوص وهذول غسيل الاموال هدفهم، والاموال هي تستقر بمصارف الدول الاجنبيه. نعم. اما الحكومه اقول لك يعني متعمده، نعم متعمده، وتقصيرها واضح وملموس، واصبح يعني ما يراد لاي تحليل سياسي، اصبح حتى الفقير يعرف انه الحكومه مقصره في ملمس حياه الانسان. نعم. العراق بلد ثري، احنا اكبر بلد، ثاني اكبر بلد بترول، احنا اموالنا طائله. التقصير ملموس، واحنا الشعب العراقي جاي يتاذى يوم عن يوم والحكومه تتفرج عليه. اكو حكومه ما عاد رئيس وزراء لحد الان. نعم. يعني عازين عن يجيبون شخص، يعني العراق خلص من الطاقات الشابه، خلص من الناس الاكفاء، احنا دكاتره، احنا اللي علمنا الانسان على القانون، احنا اللي علمنا الانسان على الكتابه. احنا بلد الثقافات والحضارات، عمق حضارتنا ملايين السنين، يعني عازين عن نجيب لنا واحد رئيس وزراء واحد يعني يخوف بلد. نعم. يعني يجيبون فلان والله هذا ما مريده. جيب ذاك، وهم بالملخص النهائي ناس مزدوجين الجنسيه، اي واحد عندهم حاطه ثلاث جنسيات الجيبه، سويديه بريطانيه فرنسيه،
امريكيه او ايرانيه وشو كنت ما تواجه فلوسه قدامه وعائلته قدامه وخلاه مشى. نعم اخي حسن، المشاريع الخدميه هاي للشركه. نعم بالنسبة نعم بالنسبة للمساعدات اللي يقدمها الشباب في كربلاء، يعني إذا عندك تصور أو عندك معلومات، يعني تقريبا الشباب باليوم كم سلة غذائية أو مساعدات دا يوزعون؟ يعني حسب معلوماتك إذا كنت تسمع أو دا تشوف القريبين منك. عمر، هي السلة الغذائية يعني ما تكفي العائلة أجل من يوم يومين بالضبط. يعني العمر أكبر من هذا الشيء، يعني إنسان قاعد صار شهر قال عمر نعم وأكل عائلة عراق 7 نفرات أو 8، يعني ربك يعني كفلها كيلوين بوتيتا أو كيلوين طماطة يوم هاي يعني يوم واحد يخلصهم. ألو أسمعك أخي أسمعك. يعني الموضوع ترى مو مال يعني مساعدة، يعني علاقة مال صح كيلو طماطة وكيلوين تمن وكيلو نعم. شكر وبطن زيت، يعني الموضوع أكبر من هذا. إنسان كادح قاعد وعنده 7 نفرات أو احتمال قاعد بالإيجار، يعني المهم قوته يومي، يعني تطيه أنت علاقة فيها طماطات وفيها بوتيتات وبطل زيت نعم وين يكفلنا؟ بالضبط. يعني احتمال صار عنده مريض عنده مثل قاعد بالإيجار نعم والحكومة متفرجة، وهو هذا اللي رجعنا للتساؤل وين دور الحكومة في ظل هذه الأزمة. أنا أشكرك أخي. ما إلى كل دور. نعم. ما إلى كل دور. نعم أنا أشكرك أخي. أنا من خلال يعني من خلال نعم. من خلال منبركم. تفضل تفضل. أنا بس اسمح لي. تفضل. أشد الظلمات الإنسانية العالمية. نعم. يعني إحنا ليش العالم كله جاي يتفرج على العراق؟ نعم. ليش العالم كله جاي يتفرج على العراق؟ يعني إحنا أنا بس من خلالكم أنا ناشد من المنظمة المتحدة. نعم. السيد غتريوش معني، يعني احنا يعني ليش ما يتدخل المتحدة وتخلينا حكومة انقاذ وطن؟ احنا نريد نعم. حكومة تخلصنا من هالشرذمة هاي اللي الله غذا علينا. نعم. أنا أشكرك أخي الناشط حسن من كربلاء كان معنا، وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لكل الشباب وكل الجمعيات الخيرة اللي يتبرعون اللي يوزعون المساعدات إلى العوائل المتعففة وإن كانت بسيطة وإن كانت محدودة في ظل هذه الأزمة مع الإهمال المتعمد مع غياب الحكومة ووقوفها متفرجة في هذه الظروف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.